السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نتحدثوا في هذا الفيديو على كيفاش يمكن لينا نديروا زراعة العنب ولا إكتار العنب بواسطة العقل. فكيف ما كتشوفوا هاد العقلة اللي ولا هاد الفرع ديال الدالية ديال العنب بعد ما قمنا بعملية التقليم ولا الزبير ديالو، اليوم غادي نوريكم كيفاش يمكن لينا نديروا عملية إكتار ديالو بواسطة العقل بعد عملية تقليم إن شاء الله. فبحالة كنشدو مثلا هاد الفرع، خاصنا نحاول نخليو عقلة واحدة فقط، دن ناخر لينا دابا جوج العقل. هاد جوج العقل غادي يكونوا في الأرض كيف ما كتشوفوا، بحال هذا جوج العقل غادي يكونوا في الأرض، العقلة الأولى والثانية، والعقلة الثالثة هي اللي غتبقى في يعني في الهواء. مثلا نديرو التجربة ديالها الآن، هما جوج العقل في الأرض وعقلة بقات الفوق. هذه مثلا إلا خلينا ثلاثة العقل، هذه فيها غير عقلة واحدة، عقلة في الأرض وعقلة غتبقى في الهواء. الطريقة ديالها كذلك هي سهلة، إذن حنا قمنا بها بهذه الطريقة. مثلا هذا الفرع عندنا بهذه الطريقة، غادي نشوف غير طريقة التقطيع. طريقة التقطيع مثلا عندنا دابا جوج العقال هنا، خاصها تحسك بشكل مائل بهذه الطريقة. علاش؟ مثلا هنا عندها شكل مائل، إلى ملي كنا كنسقيوها ولا نديرو لها عملية الري، إلى هبطات شي نقطة ديال الماء ولا شي قطرة ديال الماء هنا، ما غاداش تبقى هنا باش ما تعفنش، غادا تهبط. ولا كذلك سقط على التساقطات غادا تهبط هنا وتشي. فهي سهلة، عندنا جوج العقل، العقلة كنديروها في الأرض وعقلة كتبقى الفوق هي اللي غادا تخرج لينا الشجيرة الصغيرة. إذا الطريقة سهلة كيف ما كتشوفوا، قمنا بعملية الزرع ديالها، درنا لكم نموذج. نساو الاشتراك في قناة تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. هنا غادي نكملوا الجزء الثاني ديال الفيديو ان شاء الله، ملي غادي تولي غيخرج لينا الرؤوس من هنا. دن حتى لذاك الحين ونتلاقاو، يلا سلام. السلام عليكم من جديد. دن كيف ما كتشاهدوا، فهنا بعد مرور واحد 45 يوم بعد ما قمنا بزرع هاد العقال ديال العنب، اليوم كتشوفوا النتيجه ديالهم. فخرجوا لنا هاد الاوراق الصغيره ولا الخلفات، فهادو عقال درنا لهم عمليه الاكتار ديالهم. الطريقه كتشوفوها فخلفه باذن الله فهي خارجه مزيان. هذه طريقه اللي مجربه، كذلك قمنا بهاد العمليه بدون هرمون. دن كيف ما كتشوفوا، ف طريقة أمامكم.